كيفكم شباب؟ رجعت لكم حلقة جديدة من براول ستار. شباب راح ان اليوم نلعب اب جين. يا شباب راح نلعب جيني وراح نلعب زوجي ويا رب نفوز. شباب دايما لما تلعبوا جين لازم انقو دايما لازم انقو اتبني صاحبكو مثل هاد صاحبي لازم اني امشي معه. وما عندك تلفونك وهاي اشي عادي شباب، بس لو اخوك ومثل هاد صاحبي دايما اللي موته وش خلينا نضايقهم مش هنضربت نمين القتل. شكرا يا ابوي. وغلش دايما شباب هم مثل الضربة بتكون الصدام دايما تضربوا جين تضربوا صاحبي. داري ايش صار له فجأة هلا بجيز عنده الميت هو بالعب وين صاحبه رايح لهم داري ليش رايح لهم صاحبي شنو هذا نوبي شباب عادي ها هيك وهاي واحد تعالوا مش هاي اوف خلوني هذا نوبي المعامل صاحبي نوبي احنا كأسين شباب يا رب نفوز على الجيم عشان اني اصبري ماشي الحال مش يعني كثير انا جبت افضل لعبة تلعبها لعبة وراقية اخوتي هدين علي شباب اتجرب مورتيس وجين هنفجرهم تفجير ساخوذك ما سألتوا استنى بس شوي خلنا وقف الفيديو. هاي طلع شباب هاي طلع اخوي مش راضي يفوت فراح نلعب كمان جيم يا رب كمان مرة ان نفوز. وانتوا الاثنين اللي بجنبي وقفوا تحتوا لا مش باشر مش بايبر
قلت لك ايش يا عبد الله؟ ولا صوت. طب تسألوني عمر ليش ما تورجينا صوتك؟ أقول لهم شباب أني أصلاتا ما قدرت أورجي وجهي عشان أني بعرف إيش كيف أورجي. طب ورجي لو هسه ورجيك وجهي على آخر وقت أنا عشان هيك بخسر مباشرة بعرف وجهي عشان هيك شايفين شباب أنا لعيب عبد الله يا زلمة لف يعني راح تخسر شوي يعني مش كثير لف خلاص شو ترك صار معي 3 و10 يلا ماشي غير حبيبي ماشي ايوه حيت الليل صح فلازم افكر اما اشبك او الوحدة الاتحاد او اني بسرعة افوت لو واحد منكم هسه واخوي صغير ما فيش مشكلة بالنت تو دايما دايما اخوي عليك لا بس مرة اخوي صغير شباب لا خلاص لازم اوقف الفيديو شباب طلعت منها ورجعت بسرعة لازم اني افوت برعايه الفيديو حتى تفتح بعدو للتحميل يلا يلا عشان يلا خسرني صاحب يا بني اصلا كان هذا دايما دايما خسر اول مره كمان زي الفيديو الماضي توه كتر مايك هذا ذا مايك صاحبك هذا مايك صاحبك مايك صاحبك خسرت شباب على اخر لحظه ما فزت لا
بس خلاص جبتو دخلنا نلعب كيم معاها وشنو شاطر فيها طاو طاو انا كاري اخذ كاري معاها كمان يا كاري الله يقرب نفوز بهاي السهولة ياي يعني مش لهاي الدرجة ياي بس عن جد ياي كثير فكم هناك بس بجيب لي ويتا أو روز يعني ما في مشكلة خلنا نجيب روز روح 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 لا 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 اخوك هي طيب رجعت راح نخسر لو بصمودش صاحبنا واحد وهي رجعت لك ولا عمو ولا واحد برضه ما صار في هاي درجة حلقتنا بهذا اليوم لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتضغطون زر اللايك وتصبحون على ألف خير.